صحيحة. شكون اللي كيحدد شكون اللي فقير وشكون اللي كيحتاج الدعم؟ كيحددوا الشيخ ولا المقدم، لأنه هو اللي كيشهد بأن هذا المواطن فقير وهذا معوز وهذا لا بأس عليه. فملي كتمشي عند الدولة كتلقى واحد الناس مديكلاريين اللي هما مثلا اللي خدامين بالسميك هذا القرار غادي يكون بمثابة رصاصة رحمة للمواطنين، وغادي يسالي مع الدرويش ومع الطبقة المتوسطة، ويمكن كاملين غادي يرجعوا للحطب وداك الشيء الأول اللي كان. طبعا شافوا بان كما قالنا فوزي القجع مؤخرا وزير المكلف بالميزانيه، قال لنا شفنا بان البوطه كيستافد منها الغني والفقير، وحرام ان الغني اللي ما محتاجش الدعم ياخذ من الدوله هذا الدعم. اذا شنو خصنا نديرو؟ خصنا نعطيو مباشره الدعم للفقراء في يديهم. الى حدود اللحظه كل شيء مزيان ومنطقي وسليم، ولكن فين كاين المشكله؟ كاين في شكون هو الفقير في القاموس ديال الدوله المغربيه. الدوله المغربيه هي دوله ضعيفه مؤسساتيا، معنى ذلك ان القاعده ديال البيانات اللي عندها على المواطنين ماشي 100% صحيحه. شكون اللي كيحدد شكون اللي فقير وشكون اللي كيحتاج الدعم؟ كيحددوا الشيخ ولا المقدم، لانه هو اللي كيشهد بان هذا المواطن فقير وهذا معوز وهذا لا باس عليه. فملي كتمشي عند الدوله كتلقى واحد الناس مديكلاريين اللي هما مثلا اللي خدامين بالسميك فما فوق. مثلا انا خدام ب 4000 درهم، مديكلاري عند الدوله بانني واحد الانسان موظف وعندي 4000 درهم وعندي لاسينيسيس وكل شيء، التغطيه الصحيه وكل شيء. واحد اخر اللي كيخدم في اقتصاد غير مهيكل يقدر يكون مليونير وعنده الهكتارات ديال الاراضي، ولكن ما مديكلاريش للدوله داكشي اللي كيدخل، وبالتالي غادي تعتبر هذا بالنسبه للدوله فقير، وانا اللي كنتخلص 4000 درهم بالنسبه للدوله غني من الطبقه المتوسطه، وبالتالي ما غاديش ندعم، ما غاديش يعطوني الدعم المباشر. يعني غادي يعتمدوا على واحد القاعده ديال البيانات مزيفه اصلا، وبالتالي والدوله عارفه هذا الشيء، لان الدوله كتعتمد على واحد القاعده هشه باش تحدد شكون اللي فقير شكون اللي غني. القاعده الهشه شنو هي؟ هي الشهاده ديال المقدم، والمقدم حنا كنعرف كيفاش كيتعامل، يقدر يدير لك شهاده العزوبه وانت مزوج، ويقدر يدير لك شهاده الزواج وانت ما مزوجش اصلا. معنى ذلك اننا ماشي واحد الدوله شفافه فيها القوانين كتطبق بالمسطره كما الدول الاخرى المتقدمه. لذلك فهذا القرار غادي يكون خطير جدا، لان غادي يزيد الاغنياء غنى وغادي يزيد الفقراء فقرا، حيت بزاف ديال الناس مثلا اللي محتاجين ديك الراميد وما توصلوش بها وما ما تحتلهمش انهم يتوصلوا بها، وبزاف اللي ما محتاجهاش وعنده الشهاده ديال الراميد لان عنده التدخلات وعنده المعرفه وكيعطي الفلوس. ثم شفنا الدعم ديال المازوت مثلا اللي مشى عند الناس اللي ما كيستحقوش، مشى عند الناس اللي عندهم مثلا الكريمات اللي ما خدامينش اصلا في الطاكسي، اللي خدام في الطاكسي راه كيكريه له مول الكريمه، هو كيتخلص في المازوت وما كيخسرش المازوت اصلا. داك الفران او الدوش ديال الغاز محال واش تقداك 1000 درهم في البوطات شهريا، واذا طبق هذا القرار غادي يكون بمثابه رصاصه رحمه للمواطنين، وغادي يسالي مع الدرويش ومع الطبقه المتوسطه، ويمكن كاملين غادي يرجعوا للحطب وداك الشيء الاول اللي كان. هاد الناس ما كفاهمش داك الشيء اللي دارت الحكومة السابقة فاش قدمتنا قربان لشركة المحروقات ورفعت الدعم عن سوق المحروقات وخلاتهم يديروا فينا ما بغاو حتى وصل المازوط 60 درهم. وبالمناسبة كنبشرك عزيز المواطن على أن زيادة جاية يومين في المازوط وهم غادي يتفكوا معاك حتى يوصلوه ال 20 درهم. نرجعوا لموضوعنا، هذه الحكومة قالت أنها غادي ترفع الدعم على البوطة وغادي يولي المواطن يشتريها 140 درهم وغادي تخصص دعم للاسر المعوزه، يعني الدعم غادي يمشي للاسر ماشي للافراد. واذا كنتي شاب وخدام في البني وساكن مع بنايه بحالك وما مزوج وما عندك اولاد غادي تشري البوطه 140 درهم بحالك بحال ذاك اللي لاباس عليه وعنده الفيلات والسطول ديال السيارات والفلوس ما عارف وين يديرهم، اللهم لا حسد. ونزيلك حتى السكر غادي يولي دار الثمن، حيت حتى هو غادي يرفعوا عليه الدعم وغادي تولي تشرب اتاي مسوس بلا سكر. وفي الحقيقه احسن، لانه مع هذه الحكومه ومع هذه الزيادات غادي يطلع لنا نيت السكر، اللهم نيت نقطعوا السكر لانه غادي يكون اغلى حتى من الكاجو. ونزيد نصدمكم اكثر، حتى الدقيق قال لي غادي يرفعوا عليه الدعم، قال لي خبزه ما غاديش تبقى بدرهم غادي تولي دايره حتى هي 3 دراهم، وبذلك غتكون هذه هي نهايه الدرويش ونهايه ايضا الطبقه الوسطى داخل هذا البلد. انا بغيت نعرف غير كيفاش كتشوفنا هذه الحكومه، واش احنا غارقين حتى الودنين في غلاء الاسعار والاجور الهزيله، وكيعطوا للمواطن الاجور الهزيله اللي كيعطوا المواطن اللي ما بغا تزاد، واللي كيضحكوا علينا قال لك غادي تزاد ب 25 درهم، وزادوا لبعض الفئات الاجتماعيه وضبطوا مع النقابات باش يعني يمتصوا نوعا ما شيء من الغضب، ولكن بالنسبه للمواطن البسيط راه ما وصلاتو حتى شي حاجه ولا زياده في الاجور، بقات ستابل وبقات في بلاصتها. وتجي في وسط هذا الشيء كله وكتقول لك غادي ترفع الدعم على البوطه والسكر، انا اللي كيبان ليا هو على انه غادي نفتحوا نار جهنم علينا، وهذيك البوطه اللي
جات لينا دابا الحكومه غادي تفرقع علينا كاملين لا قدر الله. اللي بغيت نقول باش نختم هو على ان هذه الحكومه تدهورت القدره الشرائيه للمواطن. 3 مليون فقير نضافوا لقائمه الفقر، وهذا طبعا رقم قياسي حقاته الحكومه اللي رفعت الشعار او النهار الاول ديالها تستاهلوا احسن. وكنظن على انه الا بقينا ماشيين بهذه الوتيره هذه في الزياده ديال الاسعار وفي رفع الدم عن مجموعه من المواد الاستهلاكيه بدون رؤيه وبدون استراتيجيه وبدون معرفه اين سيذهب هذا الدعم والى اين سيذهب وما موقع الطبقه الوسطى وما موقع الطبقه الهشه واللي ما داخله كاع في الحساب، غادي تزاد هذا العدد ديال الفقراء وغادي يرتفع من 3 مليون ل 5 مليون، وغادي تنزل الطبقه المتوسطه تتدحرج وتولي في طب مع الطبقة الفقيرة، والطبقة الفقيرة غادي تنزل أكثر تحت مستوى خط الفقر، وغادي نبقاو غاديين ونقولوا مع هذه الحكومة ماشي شعارها تستاهلوا أحسن، بل شعارها مش حتقدر تغمض عينيك بالمشاكل وبالزيادة في الأسعار، والله يستر وصافي. هذا الشيء اللي غادي نقول، تحياتي لكم والسلام عليكم. ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما علنات الحكومة أنها غترفع الدعم على الغاز. انتم خليونا الاراء ديالكم اسفل الفيديو في التعليقات.